لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. الحج نفحات ومقاصد. لا شك ولا ريب أن هذه الشعيرة العظيمة من أعظم الشعائر ومن أعظم الأركان. تخيل معي عظم هذه الأشهر وكيف أن أهل العلم اختلفوا فيها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما معناها؟ النهي التام عن الوقوع في كل ما يغضب الله. وأيضا ماذا نفعل؟ أن نحرص على إقامة العدل. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. للأسف للأسف شيخنا اليوم لا يحل ولا 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 يروق لأغلب من انتسبوا لهذا الدين العظيم القتال إلا في مثل هذه الأشهر الحرم. احذر أن تكون متصدقا ببعض دراهمك أو دنانيرك وأنت مانع للزكاة. لابد أن نضع الأولويات في الطاعات، لابد أن نضع الأولويات في الطاعات. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.